السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سنتعرف على le passé récent et le futur proche، وسنأخذ مجموعة من الأمثلة للتعرف على ما هو le passé récent et ما هو le futur proche، ومتى نستعمل le passé récent ومتى نستعمل le futur proche. وكذلك يوجد في آخر الفيديو ملخص لهذا الدرس وبعض النصائح. Le passé récent. Le passé récent sert à exprimer un fait ou une action qui s'est passée juste avant le moment où l'on parle. La conjugaison au passé récent obéit à la règle suivante. يعني يستخدم الزمن الماضي القريب للتعبير عن حقيقة أو فعل حدث قبل أن نتحدث مباشرة. التصريف في الماضي القريب يخضع للقاعدة التالية: le verbe venir au présent de l'indicatif plus de ou d'apostrophe plus infinitif présent du verbe. هنا القاعدة اللي يمكن اللي كنستعملوها هو كناخذوا le verbe venir ونصرفوه في البريزون de l'indicatif ونزيدوا عليه يا اما de يا اما d'apostrophe ونزيدوا عليه l'infinitif présent du verbe. Example: je viens de monter à bord du navire. هنا الترجمة ديال هذه الجملة هي مثلا كنت تتحدث مع شخص وقلت له صعدت للتو إلى السفينة، يعني صعودك للسفينة كان قبل التحدث مع الشخص بفترة وجيزة. Nous venons d'arriver au port. هنا المعنى ديال الجملة هي وصلنا للتو إلى الميناء. بالدارجة يالله وصلنا للميناء. Le vieux pêcheur vient d'attraper un beau poisson. Le vieux pêcheur يمكننا نعوضها ب il sans s. Il vient d'attraper un beau poisson. Vous venez de quitter le port. أنتم تركتم الميناء للتو. Il vient de terminer l'examen final. Il vient de terminer l'examen final. Tu viens de ranger rapidement tes affaires. Tu viens de ranger rapidement tes affaires. الملاحظة التي يمكن أن نلاحظها هو أن كل الجمل استعملنا فيها le verbe venir au présent de l'indicatif وأضفنا إليها إما de أو de apostrophe زائد l'infinitif présent du verbe. والآن سنتعرف على le futur proche وسنأخذ مجموعة من الأمثلة لتوضيح le futur proche، وكذلك سنتعرف على متى يمكننا أن نستعمل le futur proche. والسؤال الذي يمكن أن نطرحه هو à quoi sert le futur proche؟ le futur proche. Le futur proche sert à exprimer une action qui aura a lieu dans un avenir très proche du moment où l'on parle. La conjugaison au futur proche obéit à la règle suivante. معنى هذا أن نستخدم الزمن المستقبل القريب للتعبير عن فعل سيحدث في القريب بعد التحدث بقليل، والمستقبل القريب يخضع للقاعدة التالية: le verbe aller au présent de l'indicatif plus infinitif présent du verbe. هذه القاعدة التي يخضع لها المستقبل القريب هو أننا نأخذ الفعل aller ونصرفه في présent de l'indicatif ونضيف عليه infinitif présent du verbe. يعني الفعل الذي يأتي بعد الverbe aller
لا يصرف، يعني يبقى كما هو. سنأخذ مجموعة من الأمثلة لتوضيح ذلك. Je vais montrer à bord du navire. Je vais montrer à bord du navire. أنا سأصعد إلى السفينة. Nous allons arriver au port. نحن سنصل إلى الميناء. Tu vas partir de tout de suite. أنت ستغادر بسرعة. Les plongeurs vont trouver les naufragés. Les plongeurs vont trouver les naufragés. الغواصون سيجدون الغرق. Vous allez dessiner une île. Vous allez dessiner une île. أنتم سترسمون جزيرة. Elle va rentrer des vacances. هي سترجع من العطلة. الملاحظة التي يمكن أن نلاحظها هو أننا استعملنا لو فيرب الي في البريزون دو لانديكاتيف وأضفنا عليه لانفينيتيف دي فيرب، يعني الفيرب الي صرف في البريزون، أما الفعل الذي جاء من بعده فلم يصرف، بقى كما كان في أصله. الفرق ما بين لو باسي ريسون اي لو فيتير بروش هو ان الباسي ريسون كيوقع قبل التحدث بواحد الفترة قليلة، اما لو فيتير بروش انه سيقع بعد التحدث بفترة قليلة. القاعدة ديال لو باسي ريسون هو اننا كناخذو لو فيرب فونيغ او بريزون كنزيدو عليه دو وكنزيدو عليه لانفينيتيف دي فيرب، يعني ضروري نكونو عارفين كيفاش كيتصرف فونيغ او بريزون. فونيغ او بريزون هو جو فيان تي فيان إيل فيان نو فونو فو فوني إيل فيان. لو فيتير بروش كيكون الفيرب الي او بريزون دو لانديكاتيف وكنزيدو عليه لانفينيتيف دي فيرب، وضروري خصنا نعرفو كيفاش كيتصرف لو فيرب الي او بريزون. جو في، تي فا، إل فا، نو زالون، فو زالي، إل فون. ودابا غادي نتعرفو على مسؤوليات الآباء تجاه الأبناء، وغادي نخليكم مع الاستشاري النفسي أحمد عمار. كده هو اتحمل بقى مسؤولية مسؤول. نفسه. أيوه، عشان كده المسؤولية، ودي حتة مهمة قوي دايما بحب أقولها دايما، المسؤولية اللي على عاتق الأب والأم، وياريت يكتبوها عشان دي اللي ربنا هيسألهم عنها يوم القيامة. المسؤولية مسؤولية تبيين وتذكير وحماية وتوضيح. بس أنا هكتبها أنا، تبيين وتذكير تذكير وحماية حماية وتوضيح وتوضيح، ونقول تبليغ كمان بقى، تبليغ وتبليغ. دي المسؤولية، بلغت ولا ما بلغتش، ذكرت ولا ما ذكرتش، بينت ولا ما بينتش، وضحت ولا ما وضحتش، حميت ولا ما حميتش. مش هيسألك أكبرت ولا ما أكبرتش، أكرهت ولا ما أكرهتش، والنتيجة إيه مش هيسألنا عليها برضه. أيوة، يعني هو طلع في الآخر كويس ولا وحش، مش شغلي بقى. أنا عملت كل ده، أنا عملت اللي ربنا أمرني بيه. إحنا بقى فهمنا المسؤولية مسؤولية إجبار وإكراه، نعم، فبوظنا عيالنا. دي حقيقة. هتوقف عند النقطة عند عشان نبقى محددين المصطلحات صح. أي حد عاوز يعمل أي بحث علمي أو يعرف أي معلومة لازم يكون واضح في التعريفات. لو ما وضحش الدنيا هتبوظ منه. يعني إيه كلمة عند أساسا؟ كلمة عند أو الإنسان العنيد، وبحب أقول دايما لو يعني قبل ما نبحث في أي حاجة نرجع للسورس الأصلي اللي ربنا أنزله لنا عشان نبدأ نفهم قبل ما نبدأ نرى الأبحاث العلمية. يعني قصدك القرآن الكريم؟ أيوة، لأن أبحاث علمية كتير بدأت العالم بيقول رأيه وبيقول نتائج، فلو حكمناها بالسورس اللي هو القرآن الكريم هنبدأ نفهم الصح فين والغلط فين. فكلمة عنيد جت في القرآن سلبية بحتة، أدخلوا في جهنم كل جبار عنيد، لم يجعلني جبارا عنيدا، كل كفار عنيد. تمام، هي جت عنيد ثلاث مرات كويس، جت مع الجبروت وجت أيوة، مع الكفر، مع الكفر والجبروت. فكلمة عنيد
معناها من يخالف أوامر الله بعد ما فهمها وعمل عكسها. حلو كده؟ يبقى أنا ما ينفعش أصلا أطلق على ابني عنيد، ولكن الأب والأم اللي سمعوا أوامر ربنا لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وأمرنا بعدم الإكراه،